السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناتنا الأوفياء. بن سديرة يعلق على ما فعله الرئيس تبون في حق الجنرال الراحل محمد العماري، لنتابع. وأنا أحييكم من جديد وأقول لكم كونت الخطة راهي ماشية زين زين ياسر ياسر ياسر. بصراحة أنا اليوم فهمت باللي الكونتر الخطة اللي كان يتكلم عليها تبون بالفعل يعني بدأت تظهر. كونتر الخطة راهي بدأت تبان يا جماعة. سيد سيد شيخو عرين، كونتر الخطة تاع الصح بدأت تظهر يا سي محمد. واحد ما كان يتوقع في هذه الخرجات هذه اللي راه يخرج فيها تبون ما بين يوم ويوم تظهر البداية. طبعا نهنئ رئيس المجلس الشعبي الوطني الأستاذ بوغالي إبراهيم من غردايا، نهنئه على توليه المنصب بأغلبية ساحقة 297 ولا 295 صوت مقابل حوالي 65 صوت لمنافسه، اللي هو يعني مشاركة. هي من الأول كان معروف من هو الرئيس، فقط لمشاركة من أجل المشاركة. معليش، إذا أغلبية ساحقة للنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني حاليا ورئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية غردايا سابقا. شوف يعني جات واحد الناس بكري يقول لك ضربتين في الراس يوجعوا، ضربتين في الراس يوجعوا، فما بالك يكون ثلاث ضربات في الراس، راهم يفجخوا سي محمد، راهم يخلطوا لك الحسابات كامل. المخزن المغربي تلقى ثلاث ضربات في الراس في نفس الوقت. شفاء الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، اسمعوا مليح، ابراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الشعبية، برا وحكم طيارة راح المخيمات وراه في الميدان. هاي الضربة الأولى في الرأس تاع المخزن المغربي. ومن بعد كيجيهم الضربة الزوجة، عودة العمامرة وزير للخارجية، وهو الرجل الذي يهز عرش المغرب. كي يسمعوا كلمة العمامرة زلزال، يعرفوا قيمته، يعرفوا الحنكة السياسية اللي عنده. ومن بعد اليوم يخرج لهم واحد اسمه إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني. تسمى هذا المرة كيقول لك ما سلكناش مع إبراهيم غالي، تجيبوا لنا إبراهيم بوغالي، يعني من غالي الغالي. احنا ما عندناش الرخيص، الجزائر ما عندناش الرخيص، عندنا الغالي والغالي. عندنا إبراهيم غالي تاع الساحل الغربية اللي هو جزائري أكثر منه صحراوي، أحب من أحب وكره من كره. ومانيش أنا اللي قلتها له، قال له تبون وقال له شنقريحة، قال له راك في بلادك، راك في بلادك اضرب بالصباط. اللي يهضر معاه قال له أيه بالكف. إذا إبراهيم غالي راه في بلاده، رئيس الصحراوي. ومن بعد يخرج لهم واحد خداخر اللي هو إبراهيم بوغالي، اللي يزيد يتلف لهم كامل الحسابات. إذا اليوم جماعة المخزن المغربي راهم داخلين في بعضهم بعض، وراهم طايح أكثر من نايض، والنايض واجعوا راسه. الكونتر خطة تعتبون اليوم صعبة، وصعبة جدا بصراحة. واحد ما كان يتوقعها، ولا واحد كان يتوقعها، أنه يعاد الاعتبار وتكريم رجل من رجال الدولة واجه الإرهاب بكل قوة، قاهر الإرهاب والإرهابيين، رجل فحل تاع ميدان، مرحوم محمد العماري. محمد العماري بطل من أبطال الجزائر. والبعض اليوم خرجوا يقول لك ضباط فرنسا نعم، محمد العماري من الضباط أو ضباط الصف اللي كانوا في الجيش الفرنسي وفروا من الجيش الفرنسي والتحقوا بجيش التحرير. هذه باش واحد ما يغلطكم، هذه حقيقة. عدد كبير من كبار الجنرالات في الجزائر
من كبار القادة العسكريين، كانوا في الجيش الفرنسي في بداية الثورة، يعني كان اللي التحقوا في 55، كان اللي التحقوا في 56 كشباب، يعني التحقوا بالجيش الفرنسي يا إما تجنيد إجباري يا إما التحقوا بالجيش قبل الثورة في 53 54 55 نتيجة الشر والميزيرية، لكنهم ولا واحد فيهم شارك في أي ثورة ضد الجزائريين. كل الضباط، صف الضباط اللي كانوا في الجيش الفرنسي يعني قبل الاستقلال، كانوا في فرنسا ولم يكونوا في جبهات القتال، يعني ما كانوش يقاتلوا في المجاهدين الجزائريين. لهذا السبب اللي المرحوم هواري بومدي الذي يعرف أكثر من ما نعرف طلب منهم الالتحاق بالثورة أو الالتحاق بالجزائر بعد الاستقلال، لأنهم شاركوا في الثورة ودربوا حتى بعض المجاهدين. لماذا؟ لأنه بومدي كان بحاجة إلى خبرة هؤلاء الضباط وضباط الصف، كان بحاجة إلى إمكانياتهم وكفاءتهم في تدريب خيرة الضباط اللي الآن أراهم في الجيش الوطني الشعبي. إذن ماهيش معايرة أنك تقول المرحوم الفريق محمد العماري كان في جيش فرنسا. نعم كان من بين ضباط فرنسا، لكن هل قاتل المجاهدين الجزائريين؟ لا. هل شارك في أي ثورة؟ لا. متى التحق بجيش التحرير؟ التحق بجيش التحرير نهاية 56 57، يعني قبل، يعني في كم يقول لك الناس في عز الثورة هرب هو وعدد كبير من الجنود وضباط صف وضباط كانوا في الجيش الفرنسي، التحقوا بثورة التحرير وساهموا، بل ضحوا وقدموا ما لم يقدمه مئات المجاهدين اللي راهم الآن حاسبين روحهم مجاهدين. هذه حقيقة لازم يعرفها الشعب الجزائري. على هذا الأساس لي المرحوم هواري بومدين استعانة نعم بهؤلاء الضباط في بناء جيش التحرير اللي هو السليل جبهة التحرير. الجيش الوطني الشعبي هو السليل جيش التحرير تاع 54 إلى غاية 62. بومدين استعان بهؤلاء الضباط من بينهم المرحوم محمد العماري. ما قدمه محمد العماري للجزائر طوال مشواره لم يقدمه بعض الذين يدعون أنهم جاهدوا ويدعون أنهم قدموا للجزائر، وهم لم يقدموا شيء لا خلال الثورة ولا بعد الثورة. الشهادة الوحيدة اللي عندهم شهادة مجاهد، كان يطيب القهوة ولا طيب التاي للمجاهدين ولا سمى روحه مجاهد، أو جاب زوج شهود من ولاد كيما يقولوا ناس القرية ولا الدشرة وقالوا كان معانا دخلوه مجاهد وأصبح من كبار المجاهدين، لكن المجاهدين الحقيقيين راهم لحد الآن مظلومين، ما عندهمش حتى شهادة المجاهد، ما عندهمش، ما يستفادوش حتى من منحة مجاهد، وهذه موجودة في كثير من مناطق الوطن. إذن الدولة، أقول الدولة ولا أقول تبون كشخص، الدولة تعيد الاعتبار لرجالها الأبطال، لرجالها المخلصين، لرجالها الذين ركعوا الإرهاب الأعمى. محمد العماري بطل من أبطال الجزائر، وأبشر القطط والفئران وجماعة هذو تاع الكوال تاع مش عارف هذو، المهم هذو الخرطي هذو، مبشرهم نقول لهم أن الدفعة القادمة لضباط المخابرات، ضباط المخابرات الدفعة القادمة يسموها إن شاء الله باسم اللواء المرحوم إسماعيل العماري. نعم بعد محمد العماري رايحين يسميه باسم إسماعيل العماري. إذن عودة رموز الدولة الأحياء منهم والأموات. الأحياء كاين اللي رجعوا وراهم في مناصب حساسة وراهم يخدموا، والأموات لأنه إشارة قوية وقوية جدا من الدولة أنها تعيد الاعتبار وتمجد وتكرم رجل من رجالها الذين ضحوا في سبيل الوطن اللي هو المرحوم محمد العماري، لأنه من تاريخ وفاة محمد العماري الله يرحمه لم يتم الإشارة إلى اسمه نهائيا. لماذا بوتفليقة ومن معه كانوا يحقدون على المرحوم محمد العماري؟ لماذا؟
بكل بساطه، لان محمد العماري في 2004 قال لهم ستوب، بوتفليقه مدينة الواد حبسوا. نعم، محمد العماري الله يرحمه وشريف فضيل وعدد اخر من كبار الضباط من بينهم حتى اسماعيل العماري الى اخر لحظه حسب معلومات اللي عندي من بعد يعني مالت الكفه، كانوا ضد عهده ثانيه لبوتفليقه، وهذا السبب اللي خلى بوتفليقه يحاول اذلال المرحوم محمد العماري الذي قدم استقالته. لم يقال قدم استقالته، قدم استقالته لما فاز بوتفليقه في 2005، قال له ما نقدرش نكمل معاك لانه انا كنت ضدك. قال لي الناس اللي عندهم رجال اللي عندهم مواقف وعندهم مبادئ، قال له ما نقدرش نكمل معاك، قدم استقالته. هو وشريف فضيل قدموا استقالتهم، شريف فضيل كان قائد الناحيه العسكريه الاولى ومحمد العماري كان قائد الاركان، قدموا استقالتهم وخرجوا. اذا بوتفليقه مستحيل يغفر لهم لانهم حاولوا ازاحته من الحكم، لكن الان تبون ومن خلال هذا التكريم الكبير انما يعيد الاعتبار لرجال الدوله. اذا تحيه خالصه لكونتر خطه تاع تبون اللي بصراحه كونتر خطه مخير تاع المخير، واحد ما كان ينتظر فيها. الكونتر خطة التي طبقها تبون هي إعادة الاعتبار لرجل الدولة الذي قهر الإرهاب في الميدان، الفريق الراحل محمد العماري. هو من ضباط فرنسا الذين فروا من الجيش الفرنسي والتحقوا بالثوار، وعدد كبير من كبار الجنرالات والقادة العسكريين كانوا في الجيش الفرنسي، إما تجنيد إجباري أو التحقوا رغبة منهم امتثالا لنصيحة ابن باديس التي كشف عنها الأخ رافع في إحدى فيديوهاته. وكما كشف رافع بالأدلة أن ابن باديس هو من أوصى الشباب الجزائري بالالتحاق بالجيش الفرنسي من أجل التعلم والاستفادة من معارفه، لكن وفور اندلاع الثورة ثورة التحرير فروا منه، ولكونهم تلقوا تعليم وتدريب في فرنسا نقلوا ما تعلموه وما تدربوا عليه للثوار الجزائريين، وقد سهل لهم ما بدلهم الطريق المجاهد الزعيم هواري بومدين، واستعان بهم أو استعان بهم بعد الاستقلال، وقد كان لهم الفضل الكبير في تكوين خيرة الضباط الحاليين في الجيش الوطني الشعبي. ما قدمه محمد العماري لم يقدمه من يسمون أنفسهم مجاهدين، فأغلبهم وللأسف لا يملكون من الجهاد سوى شهادة مجاهد، وربي يعلم كيفاش تحصلوا عليها. إذن فالدولة تعيد الاعتبار لرجالها الأوفياء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء هذا الوطن واقف وشامخ. ويقول تنسديرة بأن إهمال محمد العماري بعد وفاته هو أنه في 2004 وقف في وجه بوتفليقة ورفض عهدته الثانية، لكن وبعد فوز بوتفليقة بعهدة ثانية قدم عماري استقالته ورفض مواصلة العمل معه. على إثرها تم تهميشه في حياته وبعد وفاته حتى أتى تبون، أو بالأحرى حتى عودة رجال الدولة للحكم أو للتحكم في زمام الأمور وردوا له الاعتبار. مشاهدينا هذا كل ما جاء في هذا الموضوع، نلتقي في موضوع آخر، إلى اللقاء.